سأل القاضي، سأل الحمزة، قال الحاج جتنا أوامر من الحج الشعبي، وقال له زين من جتكم في هذا؟ قال جتنا فتوى، جت لأحمد طويسي بتنفيذ الاغتيال. قال لي من جت الفتوى؟ قال من علي خامنئي. قال له صح علي خامنئي يعني افتبه قتل أحمد؟ قال لا. عاد عليه السؤال مرة ثانية هم جاوبه، قال له جتني فتوى، جت أحمد طويسي نفذ الاغتيال، جت من علي خامنئي. فالقاضي دونها الفتوى من مرجع، يعني فتوى مرجع يعني بين قوسين، ما اضاف علي خامنئي، هي احتمال تحسس الموقف، احتمال فد اعتبارات سياسيه. فجميع الاغتيال هذا العمل، جميع يعني خطوط عمليه الاغتيال واضحه، يعني اعترافات هذا حمزه، والادله والكشف الدلاله والممارس الجرميه كلها تثبت يعني مو 100% 1000% بارتكاب عمليه اغتيال. ويعني وشو هو شاهد، يعني شاهد حي على احمد طويسه والجميع الموجودين في فرقه الموت. واحنا نتامل ان شاء الله خير بالقضاه من محافظه بصره، ولو اكو ضغط عليهم الميليشيات والاحزاب المواليه لايران بتسييس القضيه او تغيير مجرى التحقيق وتغيير افاده حمزه او غيره. يعني حتى افاده حمزه اليوم بالمحكمه كانه شخص ملقن يقول هيك وهيك عن طريق المحامي الموكل عنه. المحامي اسمه قحطان نوري هامل، متوكل عن حمزه كاظم مخضير، يعني مبين ملقين كلام يعني بعيد عن الواقع. يعني هو مفوض شرطه يشتغل سايق عند احمد طويسي. قال له زين انت ما عندك سلاح من نفذته؟ قال لا انا ما عندي سلاح. زين شو انت مفوض شرطه شو ما عندك سلاح؟ زين رحت عمليه اغتيال شنو معقوله ما عندك سلاح؟ يعني مفهوم مهاترات يعني بعيده عن الواقع، يعني فرق عن افادته الاولى كلش بعيده. ان شاء الله نتامل خير ان شاء الله ونتابع القضيه. وتاجلت هي تقريبا بعد تقديم المطالعات اليوم واحد. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقه جديده من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشه الرافدين حتى نسمع ارائكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقه من حلقات برنامج صوتكم. للاتصال عندكم ذني الارقام الاثنين، تقدرون تتصلون بها باي لحظه من لحظات البرنامج، من زاخو الى الفاو باي دقيقه من دقائق البرنامج تقدرون تتصلون من داخل العراق. اما من خارج العراق عندكم ذني الارقام الاثنين، تقدرون تتصلون بهن باي لحظه من لحظات البرنامج. فعندكم ذني الاثنين وقبلهن اثنين للاتصال من داخل العراق، هاي الارقام الاربعه للاتصال. اما هذا الرقم غير مخصص للاتصال. اكو هوايه من المتابعين للبرنامج، اكو هوايه من الاشخاص اللي تابعون قناه الرافدين يدقون على هذا الرقم اذا تدق عليه ما اقدر استقبل اتصالك اخوي العزيز او اختي العزيزه او امي او ابويا، ولا اقدر اسمع رساله صوتيه ولا اي فيديو تبثوه على هذا الرقم نقدر نعرضه على الشاشه. اللي عنده فيديو ويريد يعرضه على شاشه الرافدين، دا تشوفون الشريط الابيض اللي يفتر جوه اللي بيه الأخبار، أكو بنهايته رقم اسمه نافذة أنت ترى، تقدرون تدزون الفيديوهات مالتكم على ذاك الرقم. أما هذا الرقم للمشاركة بالبرنامج، اللي ما يقدر يتصل يدز لنا رسالة. الفيديو اللي شفتوه في بداية الحلقة هو هذا موضوع حلقتي، مو بخصوص أحمد عبد الصمد الله يرحمه، بس أنا بخصوص كل الناشطين والناشطات والمهتمين بالشأن العراقي وكل العراقيين اللي انقتلوا بدم بارد نتيجة أنه عنده مطلب، نتيجة أنه عارض، نتيجة أنه جريمته الوحيدة بس أنه قال لا. أنا اللي قاعد دي يقتل أو اللي دي يطي الأمر بالقتل هو نفسه كان في يوم من الأيام يقول عن نفسه معارض. هو نفسه كان يعتبر نفسه معارض، لكن اكو فارق بين هذا المعارض وذاك المعارض. ذاك المعارض كان عايش برا وماخذ جناسي الدول اللي هو كان عايش بيها، ويصرفون عليه ويعطوه رواتب وبيوت وسياره و و و ومؤتمرات بمدريد ومؤتمرات بلندن ومؤتمرات بدول العالم للمعارضه حتى ينشرون الاكاذيب اللي نشروها حتى يحتلون البلد. 60 دولة لما جت احتلت البلد على كذبة اللي اعترفت بها الولايات المتحدة وبريطانيا والأمم المتحدة أن العراق كان يملك أسلحة دمار شامل. لكن اليوم هذا المعارض ما حد يموله، ما حد منطي حقوقه، ما حد منطي حق العيش. يعني اليوم المواطن العراقي حتى يحس بنفسه أنه هو مواطن،
أمل كحكومة وكسلطة متطلبات الحياة الكريمة. الحياة الكريمة شنو؟ إنه ما يفكر بأمن، ما يفكر بسلامة ولده، ما يفكر بالتعليم، ما يفكر بالراتب فعليا ما يفكر به، وإذا ما يلقى شغل المفروض أكو دولة أو أكو جهة تحميه حتى تعطيه رعاية اجتماعية حتى يقدر يعيش بكرامة. انطي قوت يومه، انطي أكله وشربه، انطي كهرباء، انطي مي، انطي خدمات، انطي شوارع، ذني الأساسيات، وفر لذني الأساسيات بشكل كامل بدون ما يطلب بيهن. هنا أنا راح يحس المواطن بالأمان. مو بس أحمد عبد الصمد ما شعر به، وصفاء السراي وأسماء هواية راحوا نتيجة أنه هم رفضوا هذا الشيء. لكن السؤال اللي نطرحه اليوم، المواطن العراقي صاير فعليا هو بين فكي كماشة. يعني بالعراقي شلابتين مفتوحة ومحصور بنصها، ما يعرف شو وقت تقرصها، أو قارصة مفتوحة والبرغي دا ينشد عليها. فعليا يحس نفس المواطن العراقي هو تحت رحمة حداد، حاط راسه على سندان الحدادة وبيدة شاكوش وما يعرف شو وقت ينزل على راسه، لأنه لا عنده راتب، لا عنده صناعة، لا عنده رعاية، لا عنده نظام صحي يعتمد عليه، بحيث أنه لما هو يتمرض أو زوجته أو أمه أو أبوه أو ابنه أو بنته يتمرض، يشيل ابنه أو هذا المريض يوديه إلى مستشفى يلقي بيها علاج، يلقي بيها نظام صحي، يلقي بيها دكاترة، يلقي بيها دولة موفرت له كل شيء بحيث أنه المريض يتعالج ويطلع سالم. ما عنده خدمات، بعز الصيف هو الحركات لأن ما عنده كهرباء يشغل بانكة أو مبردة أو تبريد أو سبلت، وبعز الشتاء ما عنده نفط حتى يشغل صوبة، ولا عنده كهرباء حتى يشغل السبلت على الحامي إذا كان عنده سبلت طبعا. فأنت ما موفر له شيء، لما طلع وقال لك وفر لي كتلته. زين ليش؟ ليش المواطن العراقي اليوم أكو إصرار من أي جهة كانت؟ أريدكم أنتم سموا لياها منو هاي الجهة تصر أنه تخلي المواطن العراقي بكماشة شلابتين أو قارصة أو بفخ ما يعرفه بأي لحظة ينطبق على رأسه؟ ليش اليوم أكو إصرار أنه لازم المواطن العراقي يرضخ ويسكت ويخنع للي دا يصير؟ خيرات البلد دا تنباق، فلوس البلد دا تنهب، صناعات البلد انتهت، العقول اللي البلد غني بيها اللي كان العراق يسمى جمجمة العرب، هاي العقول اليوم لازم أكو جهل وتجهيل إلها. والدليل نسبة الأمية اللي موجودة بالعراق اليوم. إذا تجون على نواحي الفشل اللي موجودة بالعراق، الأمية بنسبة عالية جدا في القرن 21، قرن التكنولوجيا، صناعة منتهية، البلد العالم دا يتطور والبلد دا يرجع لورا، العالم دا يتطور ويريد يدخل في مجالات جديدة، الدول بدت تصنع وبدت تدخل في مجال تصنيع السيارات أو الأجهزة الكهربائية أو الأجهزة الإلكترونية، وبعض الدول تفكر شلون توصل للفضاء وتعبر نقطة الصناعات المتوسطة إلى الصناعات الكبرى، بعض الدول عندها صناعات عسكرية، بعض الدول عندها صناعات جوية، وبعض الدول تحويهن كلن ويفكرون يطورون بنفسهم إلا العراق. يجي المواطن يقول لك أريد كهرباء، ما حد يدير لبال. يجي المواطن يقول أريد مي للشرب، ما حد يدير لبال. يا بشيلونا الزبالة اللي مكومة براس كل شارع، ما حد يدير لبال. يا بلغولنا العشوائيات حتى ترجع المدينة مثل ما كانت قبل، وأكو تخطيط وأكو جمالية للمدينة، ما حد يدير لبال. مناطق خضراء كانت موجودة داخل العاصمة بغداد أو باقي المحافظات العراقية،
اتقصقصت وانباعت وانبنت بها مولات ومراكز تجارية وما حد يدير بال للمواطن العراقي. وأول اتصال ويانا أبو شيماء من بغداد، حياك الله أبو شيماء. سلام حبيبي، شوق عيني. هلا بيك يا الغالي حبيبي. شنو عنوان الحلقة؟ عنوان الحلقة أنه ليش اليوم أنه ليش اليوم أكو إصرار من قبل الأحزاب ومن قبل الكتل السياسية ومن قبل كل من عند سلطة بهالبلد أن يكون العراقي أو المواطن العراقي اللي هو عمود هذا البلد موجود بين فكي كماشة أو موجود تحت رحمة المقصلة. ألو ألو، تسمعني أبو شيماء؟ أبو شيماء يعني ما أعرف يسمعني ما يسمعني، يريد يجاوبني ما يريد يجاوبني، الله أعلم. أنت صديق للبرنامج ودائما تتصل بينا، شكرا جزيلا لك لأنه صوت ما وصلني ويبدو انقطاع الاتصال وياك. إذا عندك شيء تريد تقوله أتمنى ترجع تدق علينا وتدخل البرنامج وتقول لنا. عبد الرزاق من بابل، حياك الله يا أخوي عبد الرزاق. السلام عليكم، شلون أستاذ أفل؟ حياك الله يا الغالي. الله يعزك عليك استاذ افل. عزيزي اطلب منك نعم. ومن كادر قناه الرافدين ومن كل عراقي شريف نعم يسمع صوتي ان يقرا سوره الفاتحه على ارواح شهداء العراق عامه وارواح شهداء تشرين خاص. قراءه الفاتحه ولا الضالين امين. عاشت ايدك اخوي العزيز. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام يا غالي. تحية لشهداء العراق. نعم. تحية للثوار تشرين اللي سطروا أروع الملاحم والبطولات الوطنية اللي بدمائهم الطاهرة الزكية وحدوا الصف العراقي بعد أن أراد أعداء العراق تمزيق الشعب العراقي وتمزيق الوحدة الوطنية، لكنه بدماء ثوار تشرين أعادوا اللحمة الوطنية وأعاد العراق إلى مكانته بعد أن أرادوا تقسيمه. فألف تحية لكل الثوار تشرين والرحمة والخلود للشهداء والشفاء العاجل للمرضى والمصابين. أستاذ أفل، بالنسبة لقتل شهداء الكلمة من الإعلاميين والأدباء هذه ما مخفية على أحد، الكل يعرف من هو الطرف اللي ساهم بقتل الشرفاء العراقيين، يعني هذه ما مخفية ولا مضمومة. سادة فلا ذكر أرجعك للذاكرة التاريخية. نعم. المصريين في سنة من السنوات طلعوا على يعني على قنواتهم بأنه أكو واحد من أبطالهم بالمخابرات هو عميل مزدوج، شلون دخل اسرائيل واقتحم اسرائيل. فالاسرائيل ردوا قالوا المصريين متفاخرين بهذا الشخص، لكنه احنا ما يعرفون بان هم حكام وهم يعني عملائنا. احنا اللي جاي نشوف يعني احنا ما علينا بالسنوات ما علينا اليوم، يعني احنا اليوم شلون يقول لك حاميه حراميها للاسف الشديد. يعني ال 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 رئيس الحكومة المتمثلة بالاسم هذا الكاظمي يشوم رجع يعني رجع دماء الشهداء، قدر أن يعرض دول القتلة وهو وعد بهذا الشيء، لكنه هو يعني عمالة مالته معروفة الخارج. وخير دليل خلينا أذكر لك، يعني إحنا كنا ننتظر بأنه بلكي يحسون الكهرباء، بلكي يعالجون الموارد المائية، وتبين يعني هو على لسانه قبل فترة لا متابعة أستاذ أفل طلب بناء سدود للمياه مو بأراضينا بالأراضي الإيرانية بحجة شنو السيطرة على السدود. لكن مو هذا بلدك أنت، مو كان ما تبني سدود يعني بعد العمالة شلونها يا أستاذ أفل، يعني انت تبني سدود بدوله اخرى
وبلدك يعني انت مكان هسه ما مياه دجله والفرات جاي تروح الى شط الى الخليج، يعني ابني استاد واحافظ على مياه النهرين وعلى احافظ على السيول اللي تجينا، يعني تجينا غصبا على الجاره، يعني والا خير دليل بانه هم سادين الانهر عن الدياله وعن كل المحافظات العراقيه، لكنهم متجه هاي السيول هم رحمه من رب العالمين لكنهم ما يقدرون يحافظون عليه لانه ما عندنا سدود. وتفضل بانه رئيس الحكومه يبني سدود ومولدات بالخارج، والله شنو حتى على موت يعطونا هم الكهرباء، يعني انت بعد شنو العماله؟ شلون تفسرها؟ شلون تحللها؟ هي يعني مع كل الاسف احنا اللي حاكم علينا هو عميل. فانت ايش تتوقع يعني اذا يبين شو اسمه هذه يظهر الحقائق؟ لا، هاي من سبع المستحيلات. وخلينا اذكر لك نقطه استاذ اثل ولو شويه طولت. بالنسبه للانتخابات شوف يعني اليوم طالعين مظاهرات من اعلنوا النتائج وهذه طلعت هاي الاحزاب والميليشيات الذيول بانهم خسرانين بالانتخابات، بس مو هم الخسرانين. البارحه كنت اتابع برنامج على احدى القنوات، اكو خبير بالاحصاء ثبت بانه التشرينيون هم الاكبر عدد وهم الخاسر، يعني هم بالمرتبه الاولى هم اللي محصليها، لكنه نتيجه التوزيع يعني ما عرفوا شلون يوزعون المرشحين مالتهم، صاروا هم يعني ضاعت الاصوات مالتهم. فشوف يعني التشرينين هم اللي حصلوا على المرتبه الاولى، لكنه جاي يتعاملون بروح وطنيه وحفاظا على سمعه العراق وما يبدون اراقه دماء، الناس ساكتين ومتقبلينها برحاب الصدر. وشوف ذول الذيول شلون يبدون يوصلون العراق ويمشون بالعراق الى الدمار. فنسال الله ان يحفظ العراق والعراقيين والموت لكل خان وعميل. تحياتي لك استاذ فهد. شكرا شكرا لك اخ عبد الرزاق. سالم من الكوت، حياك الله يا سالم. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام يا غالي. رحم الله والديك. اخوي هو من دمر العراق غير هذه الميليشيات التكفيريه هذه؟ اي والله والاحزاب التابعه. بس لحظه يعني بس اذا امكن لانه الصوت قطع يعني تعيد لي اللي قلته قلبي. انقطع الاتصال ويا الاخ سالم، بس ما فهمت انه اللي دمر الاحزاب الميليشيات التشرينيه. هاي الكلمتين ذني ما فهمتها بالضبط، اتمنى الاخ سالم يرجع لنا حتى نفهم اللي قاله. يعني حسب مفوضيات حقوق الانسان واحد اعضاء مفوضيات حقوق الانسان فاضل الغراوي، 89 جريمه اغتيال بحق ناشطين ومدنيين او اعلاميين او مدونين. يعني اذا اريد نذكرهم كلهم القائمه تطول، لكن اللي 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 صار عليها العين اكثر ايهاب الوزني، ريهام يعقوب، تحسين اسامه الخفاجي، هشام الهاشمي، ثائر الطيب، محمد جاسم الدجيلي، حق اسماعيل العزاوي، علي اللامي، زهراء علي، فاهم الطائي، عدنان رستم، امجد الدهامات، ورسام الكاريكاتير حسين عادل وزوجته، والاخ احمد عبد الصمد الله يرحمهم جميعا. يعني ذول اللي قتلهم، احنا ما نطالب بس انه تطل يعني طلعوا لنا اللي قتل احمد عبد الصمد وتسكتون. شكوا ناشط بالعراق المفروض الحكومه اليوم تحقق بمقتله وتطلع لنا منه اللي قتله وتحاسبه امام الشعب. سالم من الكوت رجع لنا، حياك الله يا سالم. السلام عليكم. عليك السلام والرحمه اخوي العزيز. اخوي هو من قتل الناشطين والمتظاهرين من ثورة تشرين الا هؤلاء التكفيريين الانجاس التابعين لميليشيا الحق الشعب اللي هي أسوأ ميليشيا في العراق في العراق هنا منذ نشوءها ومنذ تاسيسها ولحد الان. هي اللي دمرت العراق وهي فنت العراق ولحد الان، هي اللي قتلت كل المتظاهرين وما زالت تمارس اعمال القتل بشكل عفوي.
في حق آلاف آلاف مؤلفة من الناشطين في الجنوب العراق في بغداد في كل مكان على يد ميليشيا ميليشيا الأحقادي والكفر والعصيان. الله بذاتك يا أخي، وهو الجناح العسكري الكبير لأكبر أكبر أجمع عسكرية تابعة للأحزاب الغاشمة هذه التكفيرية، هذه هي اللي قتلت وهي اللي دمرت وهي اللي سرقت أموال وسرقت إمكانيات العراقيين في كل مكان، وما زالت تمارس أعمال السرقات وأعمال التخريب وأعمال أخرى وأخرى على يد هذه الميليشيا التكفيرية وميليشيات الصدر المتعاونة معها، كونهم هم أساس لدمار العراق وخراب العراق على حساب على حساب والله. والسلام عليكم. عليكم السلام أخوي العزيز. قبل ما أنسى، أيقونة تشرين أو أيقونة ثورة تشرين صفاء السراي أحد المغدورين على يد هذه الميليشيات أو السلطة اللي موجودة بالعراق، يعني من اللي قتله؟ من اللي نفذ الأمر؟ من اللي أمر؟ وليش انقتل؟ يعني اليوم ثورة تشرين أو البارحة العفو مو اليوم تطفي شمعتها الثانية، شنو اللي حققته تشرين لحد هاي اللحظة وهي نطت هاي الدماء الزكية من الشهداء؟ مو بس ناشطين ومدنيين ناشطين ومدونين وإعلاميين و نشطاء بحقوق الإنسان أو الحق المدني أو فنانين، حتى شباب نطت عدد كبير جدا، غير الشهداء نطت عدد كبير جدا من اللي انصابوا بعوق أو انصابوا في أجسادهم نتيجة العنف اللي جوبهوا به. شنو اللي حققوه؟ يعني واحد من الشباب لما وجهه انضرب بمثلا عبوه غاز مسيل للدموع وصار اكو خلل في 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 وجهه نتيجه هاي العبوه او القذيفه، شنو اللي حققه هو كل ما يباوع على وجهه بالمرايه يقول انا قدمت هاي التضحيه للبلد وذولا بعدهم موجودين كل شيء ما حصلت ولا لقيت اللي عيني باللي اذاني او اللي قتل اخويا من الشهداء؟ ابو حسن من الناصريه حياك الله. أبو حسن من الناصرية انقطع، أتمنى يرجع لنا. أبو حسن من بغداد حياك الله يا أبو حسن. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام أخوي العزيز. أخوي بس أعطيني مجال على الفكرة اللي أحكيها. قول. الله يخليك. طبعا العراق ابتلى بعداء الإسلام والمسلمين، عرب وإسلام، هاي واحدة. اثنين تعرف التفكير. لحظة أبو حسن. أبو حسن ديانة الدولة بالعراق هي الإسلام، لن أسمح. بس اعطيني مجال أخوي العزيز. العراق لم يبتلى بالإسلام، أعز العرب بالإسلام، وعز العرب بمجيء الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وعز العرب بهذه الديانة السماوية، والله عزنا بختام النبوة أنه تكون من العرب، ولن أسمح أن تقول للعراق ابتلى بالإسلام. لا مو بالإسلام، ما تعمتني والله، أنا اخطأت بها كلمة. ابتلى بعداء الإسلام، دا أقول لك بعداء الإسلام، هذا قصدي. منو؟ يا عراقيين ابتلوا بعداء الإسلام. تقصد الإسلام السياسي اللي صار وراء 2003 أو اللي يسمون نفسهم إسلاميين من الأحزاب؟ رحم الله والديك. على مود نوضح الصورة. نعم تفضل أخوي. إن شاء الله. تعرف إيران بيها ناس يعني هم عدا الإسلام بصورة عامة. أولاً لما يجيبون أحياناً يجيبون ولد بالشارع، أنا حكالي أفد واحد. نعم. يجيبون ولد بالشارع يعني هو صغير. تجي هاي القيادة بالميليشيات والأحزاب الدينية مالتهم هناك هي لا دينية. فتربيه. توكله وشربه ودرسه. لما عمره 6 سنين يعمون حقد والكفر والإلحاد. أو عليك تقتله وترسل إرهابي من حجر هذا. فهذا يكبروه ودرسوه ويوصلون دماغه يدرسوا للدول العربية يخرب. فهم شسم. أبو حسن بعدك موجود وياي؟ يبدو أنه فقدنا الاتصال يا أبو حسن من بغداد. شكرا جزيلا لانضمامك إليك ببرنامج صوتكم.
أبو حسن من الناصرية رجع لنا مرة ثانية، حياك الله يا أبو حسن. أبو حسن رجع انقطع مرة ثانية، أعتذر منك للمرة الثانية وأتمنى ترجع لنا حتى نسمع رأيك بالموضوع. يعني أنا السؤال اللي أسأله بداية أخونا أبو حسن من بغداد، أنا لما قاطعته بالبداية لأنه حسيت في كلامه مثلي شيء إحنا ما نقبل بالكلام به. مشكور اللي هو وضح الصورة، هو يقصد الإسلام السياسي اللي هي الأحزاب التي تدعي الإسلام وتحكم البلد اليوم وتفعل ما تفعل بالعراق ويتقول أننا إسلاميين. يعني حزب الدعوة وحزب أي حزب موجود اليوم بالعراق تجون به كلمة الإسلام موجودة في يعني في نهاية الاسم أو التعريف للحزب. فهاي القضايا اللي راد يوضحها أبو حسن من بغداد. مشاكلنا اليوم بالعراق مو بس قضية أنه عباءة الإسلام ارتدوها الأحزاب اللي جاية تحكم البلد وحكموا البلد بصورة خاطئة. مشاكل البلد اليوم بالعراق أكثر من هذا بكثير. مشاكل البلد أنه لا الأحزاب مهتمة به ولا اللي يدعمون الأحزاب مهتمة به، وغير هذا الشيء أنه هاي الأحزاب ولاءها مو للبلد. لو كان ولاء هذه الأحزاب إلى البلد لكانت الصورة تختلف. فاصل قصير ونرجع لكم مشاهدين الكرام. مستمرين بالتظاهر، القضية قضية وطن. طالب على من النوم، أريد ماء ولا أريد كهرباء، لا أريد صفر خالص. هذه الثورة لن تخمد ولن تنتهي ما لم تحقق أهدافها إن شاء الله. سنبقى ولو على دماغنا، فإننا لا نتقابل ولا نبيع دماء الشهداء ولا نبيع العراق. ودماؤنا ستثور، دماؤنا ستثور، ما حد يحب العراق قد والحب العراق هاي خلت يسجل يقولي دماؤنا ستثور. بس إن شاء الله وضغطنا واستمراريتنا يصير التغيير. ماني بس ماني. أنا أقول بني آدم خلي يتباوع وراء، لأنه ترى هي موتة وبس وجه ربك يدوم. القضاء على المحاصصة سواء كانت الطائفية أو الحزبية أو المناطقية أو القومية. أخير أريد تغيير النظام بصورة جذرية. هذا النظام كله فاسد من راس الهرم لجوا. هذا النظام كله فاسد. العراق العراق كبير عليكم أكبر من العراق كبير عليكم. هاي ثوار ثوار تشرين مو يطي روحه، يطي عمره والله العظيم ما ينسحب. إذا ظلت نايمين هات مالنا، إحنا راح نموت بكرامة وإنت راح تعيشهم ذلة. لبيك يا عراق لبيك يا شهيد. هذه كلمات الشهداء، وماتوا لأجل هاي الكلمات. أنا السؤال إلى كل من موجود بالعراق، مو من الشعب، من ذول اللي قاعدين يتعاركون اليوم على المناصب وراء الانتخابات اللي صارت واللي الشعب رفضها، ما أثرت بيك كلمة من كلمات الشهداء الزكية اللي دماءهم انهدرت على أرض هذا البلد؟ ما تشوفها كبيرة عليك أنه أنت قاعد تحكم البلد وتتنعم بخيراته وتنطي خيراته إلى الغير مو لأبناء البلد؟ وأكو هيك ناس بيه. أبو شيماء من بغداد رجع لنا، ويساعدك حبيبي أستاذ، ويساعدك أخوي العزيز. أستاذ العزيز، أولين دولة مو ملشاة، دولة حشد ومقاومة، دولة حموا العراق وحموا أعراض العراق، ما تعدوا على واحد. دولة بالحق ثم لبسوا العراق ثوب جديد عليه. هلا واحد مين يتحدث بعقلانيه طبعا، ما يتحدث بعصبيه وطائفيه وكذا وكذا. ودول الحشد والميليشيات، اي ميليشيات يا حبيبي يا استاذ رسيل، توين العالم وين؟
أي أي يعني بالعراق ماكو ميليشيات اليوم ابو شيماء؟ ماكو حكيد اكو مقاومه حمايه العراق وحمايه اعراض العراق حبيبي. والله يا اخوي العزيز اريد اسالك سؤال زين اريد اسالك سؤال ابو شيماء. اذا تقول انه ذول الميليشيا ذول حشد هم اللي حموا اعراض العراق، طبعا هاي الكلمه انا ارفضها بتاتا لانه عيب علينا، عيب علينا اخوي العزيز ان نعري بعض، وعيب علينا انه واحد يعني شلون يقول لك يمن على الثاني والله انا حميت عرضك، عيب لانه كل العراقيين اخوه. فبس اعطيني مجال، اعراض الشعب العراقي هي عرض واحد زين والاعراض محفوظه، فاني هاي الكلمه ارفضها لا ببرنامجي ولا باي مكان، وصارت ايقونه الحشد الشعبي حمى اعراض العراقيين، والجيش العراقي بثمانيات القرن الماضي همنا حمى اعراض العراقيين. اذا تريد تفكر بالمنطق من ايران واحتلال الفاو ليش ما حكوها قبل؟ استاذ العزيز يعني قبيل حروب اولا لولا دواء إذن لولا إذن إذن اذا حالة. تفكر بمنطقيه يا ابو شيماء مثل ما تطلب بيها تقول هذا الحشد ده يدافع عن العراق، مو تجيني تقول لي حمى اعراض العراقيين لانها كلمه مستفزه إلي وإلى هواية من أبناء الشعب العراقي. العزيز إذا تفك الدواعش شو يسوي لك يباوع عليك لو يعتد على أراضي الحالة؟ داعش من يطب العراق دولة يملوا ذولا مجرمين قتله. وين كان الجيش العراقي من طبه وداعش لعد؟ أرد أسألك سؤال بلا زحمة. أستاذ هذا الجيش هذا حقا جيش مو عارف الموصل والهزم يا أستاذ العزيز. لو أكو كان حشد بوكتين هو كان هو مو جيش تابع إلى نور المالكي في زمن نور المالكي وكان تحت يسمونه الجيش لا كان يسمونه تدري شو يسمونه الجيش الصفا والجيش المالكي ثوار الحشاير نسيته استاذ رفع لا 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 تخلط بين هاي وهاي، هاي صارت بعدين وهاي صارت قبلها. بس احنا زين زين يا بهمنا اجي واسالك غير سؤال، امشي وياك امشي وياك ابو شيماء. اذا هذا الحشد مثل ما تقول يدافع عن ارض العراق ويدافع عن العراقيين ويدافع عن سماء العراق ويدافع عن وحده العراق ويرفض اي تدخل خارجي لعد قاسم سليماني وجماعته شي يسوون والحشد الثوري العفو الحرس الثوري الايراني شي يسوي بالعراق، وايضا اذا ذولا موجودين لدفاع عن ارض العراق لعد ذن الجماعات المنفلته اليوميه خامطت لي واحد وكاتلته بصفحة من صفحات العراق وطلقات ببغداد وطلقات ببابل وطلقات ببصرة وطلقات بميسان وطلقات بالناصرية وناس دا تروح اي ما تقول لي شن هالحشد وشن هالجيش اللي طب من سيطراتهم وينكتلون وما حد يدري بيهم. هذا العزيز هاي عصابات لا تدفع براس الحالة ناس ولا مقاومين شن تدفهم ويذول الناس اكو عصابات العراق مليان عصابات مليان ذبحية مليان جوكرية مليان زين 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 يعني هذا الحشد اللي طرد داعش اللي أخذ ثلث العراق وسوى له دولة سماها دولة العراق والشام الإسلامية عصابات ما قدر الهن؟ عصابات مو كل ناس الحواضن انطبالة طبقولة ثياب قعدة وشوف عشار قعدة وياه وطبقولة وقالوا له تعال يعني هسه العشائر العراقية تلف عصابات يعني هسه انت دا تتهم العشائر العراقيه حبيبي مو المناطق الغربيه يا عشائر الحج جنوب قابل لما الشهر الغربي موصل مواجهه واحد موجوده الله يخليك الحماليه مو قاعده وياهم تطبقوا ابو شيماء ابو شيماء بس ارد اسالك سؤال بس ارد اسالك سؤال تفضل يعني اهل الغربيه قاعده بامان الله ولا بيها ولا عليها فجاه الجيش ينسحب ويطبوا له داعش يحكموه غصبا ما عليه وكتلوا من عندهم ما كتلوا غصبا ما عليهم وانحرقوا من عندهم ما انحرقوا غصبا ما عليهم يطب وراها يحرروهم يروح شايل الوصلة البيضة ويريد يتحرر ويعيش مثل وادم يا يختفي بالرزازة يا يصير مهجر بالمخيمات وحال الضيم حالة ولا عنده هوية ولا عنده ورقة وبعدكم تقولون أهل الغربية عصابات. لا حبيبي مو كلهم اكو ناس قسم من عتب صفقوا لهم وجابوه ما اقول لك الشرفاء اكو ناس حشاير شريفه قاتلت اقول لك الحواضن الباقيه اللي موجود جيش الشخبه الشنبديه ما يسمونهم وجيش البحثيه وجيش الحزب الدوري دول مو دول المناطق الغربيه منين دول من كوكب ثاني دول من هم من هم من هم دول جيش الشخبه الشنبديه ما يسمونهم القشمديه ما اعرف شو يسمونهم وجيش حزة الدوري ما أعرف ذولا كلهم ثورة العشرين وما يسمونهم ذولا مو كلهم صاروا دواعش يقصون بالشرطة والجيش والحالب يعني المقاومة العراقية اللي قاومت الأمريكان تقصد بالبداية استاذ عزيز مو ذول المقاومة بالبداية ذولا
بالبداية ما كل جو هذا يعني هسه أفتهم من كلامك اللي مقاوم اللي قاوم الاحتلال هو إرهابي أستاذ الحديث. بعدين صاروا أول مرة صح احتلال بعدين قلبوا حجيش دول اللي ينتمي للجيش يقتلونه وينتمي للكلال يقتلوه يعني هاي أوثائق موجودة أنا مو أحكي لك زين زين أنا أريد أسألك سؤال أبو شيماء الحشد أنت شو توصفه؟ الحشد حمى العراق وحمى العراقيين لا لا أنا ما أقول لك ما أقول لك امدح لي بالحشد أنت شو توصفه؟ مؤسسة عسكرية عراقية تابعة إلى الجيش العراقي والقوات الأمنية ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع العراقية؟ نعم صحيح صحيح؟ غصباً مع الخلفة والسواه واللي يدفع الفلوس لازم يدافع عن العراقيين بكل مكان مو يترك العراقيين ينكتلون مثل 89 ناشط و565 شهيد بالثورة غير هيك يا أخوي العزيز أريد أسألك سؤال السيطرات اللي موجودة بالعراق اللي مسويها الحشد لما انفاتت عبوات وفجرت مول بالكرادة ولما تفوت عبوات تفجر بساحة الطيران ولما يفوت مسلح ويروح يقتل ببابل أو بأي محافظة ذولا مين دا يطبون وهم نفسهم يقولون هم نفسهم يقولون أنه أكو تواطؤ من الحشد وهم الحشد نفسهم يقولون احنا ما لنا علاقة بوزارة الدفاع ولا بالقائد العام للقوات المسلحة هم يقولون احنا نأتمر بإيران فأنت إذا تدافع عنهم يعني أنت تريدنا نأتمر بأوامر إيران أحلى شيء بيك أبو شيماء لما تدخل وياي للبرنامج ما أزعل منك وأريدك تناقشني بس ما أعرف ليش توصل إلى نقطة معينة وتنهزم أنا سألتك سؤال منطقي أنت تقول الحشد هو دافع عن العراق إذا من واجبه يدافع عن العراقيين أيضا بس أكو فيديوهات الحشد اللي أنت تحكي عنه رد تحكي بها وياك سوى جرائم بالمحافظات السنية من طفل دازوب دبابة من إعدام ميداني من واحد شمروه من جبل ورموه وراها من تعذيب من تفجير بيوت لأن كلها صارت ورا ما حرروا المدن ولهذا السبب سموها ميليشيات الحشد. أبو حسن من الناصرية رجع لنا مرة ثانية حياك الله. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام والرحمة أخوي العزيز. تفضل أبو حسن. أبو أنا حسن. أول وحدة أريد أول ما أنا هذا ال هسه اللي يحكي على الحشد وتحكي انت ويا انا احترمه نعم واحترم رايه اكيد اكيد مواطن عراقي الى كل الاحترام من عندنا والى كل الاحترام الى رايه اي رحم الله والديه وسالم من اهل الكوت هم بعدين اجاوبك عليه نعم تقول انت تقول الحشد الشعبي غير قادر على هاي العصابات بغداد او بالناصريه صارت او الحشد الشعبي ما تدخل بالمظاهرات لا من قريب ولا من بعيد والقبعات الزرق وسرايا السلام وتهديداتهم هاي وحده لحظه 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 ابو حسن انت تقول لي ما تدخل اكو فيديوهات على اليوتيوب جماعه القبعات الزرق وحاطين سرايا السلام على زورهم هالكبرى وشايلين التواثي ويهددون بالمتظاهرين سرايا السلام موحد واحنا نحكي على الحشد الشعبي انت ما زين والعصائب يلا اوكي اوكي والعصائب لا العصائب وكلهم دول فصائل المقاومه لا هم منو الحشد اخوي العزيز وهم الحمى والعراق لا عد منو الحشد اخوي العزيز اذا مو العصائب واذا مو السرايا واذا مو بدر بالنسبه للعراق بالنسبه للعراق تآمرت عليه اول وحده دوار جوار ومونت داعش اموال خليجيه مخطط إسرائيلي أمريكي مو إيراني يعني والحاضنة الحاضنة الحاضنة عراقية يعني مو إيراني أخوي العزيز تقول الجيش تقول الجيش كان يقوده أبو حسن المالكي أبو حسن أنا ما قلت يقوده المالكي كانت في زمن المالكي لم أقل يقوده المالكي أبو حسن إيران ما لها علاقة يعني اسمع إيران دخلت حتى لو رادت تدخل دخلت قيادات مستشارين حالها حال مثل ما تقول حالها حال امريكي
حال وما دخلوا امريكا يدخلون الف اللي الايرانيين يدخلون بس اثنين. هاي شلك بيها ابو حسن؟ ابو حسن اوقف اوقف، هاي شلك بيها يا مستشارين الغطاء الجوي امريكي؟ 2014. اوقف اوقف ابو حسن، اوقف اوقف ابو حسن، الغطاء الجوي امريكي لا قاتلوا ولا قاتلوا سلاح ورموا. ابو حسن ابو حسن حبيب قلبي، ابو حسن حبيب قلبي، ابو حسن حبيب قلبي، يا غاتي يا تاج راسي، اتمنى ترجع الى الانترنت وترجع الى تصريحات عام 2003، ما اقول لك 2014 و2011 و2012، لا ارجع لل 2003، دور على التصريحات الايرانيه لما جو الجيش الامريكي يحتل العراق، راح تلقي انه الايرانيين يقولون لولا ايران لما استطاعت امريكا ان تحتل بغداد. هاي رقم واحد. رقم اثنين، إيران لما احتلت بغداد وبيروت ودمشق وصنعاء قالت احتللنا أربع عواصم عربية، هم بلسانهم مو أنا دا أقولها، ونحن بصدد احتلال الخامسة. زين، هاي رقم اثنين. رقم ثلاثة أخوي العزيز، تقول لي الإيرانيين ما قاتلوا، دور بالإنترنت زين وشوف قاسم سليماني وجماعته على السواتر ايش سووا، وبعدين تعال وقل لي قاتلوا لو ما قاتلوا. حتى الأمريكان ما كانوا مستشارين، همينا قاتلوا. أحمد من بغداد ويانا أبو حسن انقطع، شكرا لك أحمد. حياك الله أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخوي العزيز. شلونك أستاذ، شلون صحتك؟ حياك الله أخوي العزيز. الله يخليك ويعزك أخوي. بالنسبة لفصائل المقاومة وبالنسبة للحشد، اكو قانون بالفيزياء يقول لكل فعل رد فعل، نعم، مساوي له بالمقدار ومحكمه بالاتجاه. هاي الفصائل والحشد يعني بصوره عامه اللي يعني شلون مختوتين من عندها، زين، هاي رد فعل للقاعده، رد فعل للداعش، رد فعل الكل انسان ادى العراق، الكل شخص ارهابي. اخ احمد يعني اخ احمد بس لحظه، من تقول لي اكو رد فعل، اوكي اجي وياك رد فعل، بس لما يكون رد فعل ما منظم، هذا تسميه رد فعل. لما ثوره العشرين يعني جت العشائر قامت بثوره، وشيوخ العشائر سووا ثوره، وشيوخ العشائر هم اللي اسسوا البيان الدستوري لتاسيس الدوله العراقيه الحديثه، هاي كانت رده فعل. لكن لما يصير تنظيم ومؤسسه ومؤسسة تابعة للدولة وتأخذ رواتبها من الدولة وأكو فتوى بيها، هذه مو رد فعل، هذا تنظيم. هو تنظيم، أوكي أنا أجيك، هو تنظيم بعد تنظيم منظم بصورة صحيحة، تنظيم بأشخاص مثلا خارج قيادة هالمجموعات. أنا أجيك يعني لازم لكل قاعدة شواذ، يعني لكل قاعدة في شواذ. أنت ماكو فد مجموعة، ماكو مجموعة يعني شلون أقول لك منظمة بصورة 100%، مثل خلينا نقول الجيش أو الشرطة. لازم يطلع منها فد يقول بلهجة الدارجة ناس مخربطين، صح لو لا؟ بس إن شاء الله يعني بالمستقبل يكون تنظيم، يعني تنظيم بالمستوى اللي احنا نطمح له ان شاء الله. نعم، شكرا لك اخ احمد. اعتذر منك بس عندي رسائل واتساب حتى ما يدركني الوقت. رساله، السلام عليكم، تحياتي الى قناه الرافدين والعاملين بها هاي العراقيه، وان شاء الله الانتصار ثوره تشرين اللي قادها صفاء السراي والدكتوره ريهام وفاهم، الله يرحمهم والله يدخلهم جنات النعيم. اخوتكم ام رمله الكرديه من كركوك، حياك الله أختي العزيزة. السلام عليكم أخواني أعزاء. شقيق الشهيد أحمد عبد الصمد لما اعترف وقال قاتل أخي بالمحكمة أنه كتائب حزب الله والحشد هم وراء عملية الاغتيال بفتوى من خامنئي، هذا يدل على أن الحشد له يد في كل ما يحصل اليوم في العراق. رسالة ثالثة، السلام عليكم، تحية طيبة وحب واحترام لقناتكم الشريفة، وبذكرى تظاهرة تشرين تحية عطرة للشهداء اللي ضحوا من أجل هذا الوطن الجريح، ربي يرحمهم. ونقول مع الأسف راحت هاي الشباب والأحزاب لسه تصول وتجول، بس إن شاء الله ما يضيع حق كل شهيد. وتحياتي لك رنا من بابل. رسالة ثانية تقول أخويا أفل هذا أبو شيماء نموذج للمواطن الذيل الإيراني اللي يحاول يدس سم إيران في المجتمع العراقي بطريقة رخيصة، أخوك أبو يحيى. رسالة أخي سعد من النجف الأشرف، ممكن أتصل بحضرتك؟
أخوي العزيز والله تعذرني راح يدركني الوقت وعندي رسائل إن شاء الله باكر أو بعد تقدر تتصل بينا. السلام عليكم أخي العزيز وإلى قناة الرافدين البطلة. بالنسبة إلى حزب الدعوة العميل مصاص للدماء، وهذا أبو شيماء يتكلم عن العراقيين بسوء، المثل يقول ما راح أقدر أقول المثل، هذا أبو شيماء إن شاء الله ينحشر مع المالكي والعامري والخزعلي ومن لفهم لفهم يا ذيول إيران. أخوكم أبو محمد من بغداد، وعاش العراق وعاش ثورة تشرين البطلة. ورسالة أخرى، إن شاء الله ثورة تشرين تنتصر ودماء كل شهداء تشرين لن تروح سدى. أخي أفل، أي عفو أو غير العفو الشامل يعني بقاء الأربعة سنة في السجون، أتمنى يصير عفو عام وعفو شامل عن كل السجناء الموجودين بالعراق. المشكلة اليوم بالعراق أنه بعدنا ننظر إلى العراق مثل ما قال أخونا أبو شيماء أخونا العزيز، أنه مناطق سنة وشيعة. مع الأسف ثورة تشرين ذللت هذا الشيء، وبعض العراقيين ما زالوا يفكرون بهذه الطريقة، لأنه الطائفية هي سبب دمار هذا البلد، والطائفية والمحاصصة هي نتيجة الأحزاب اللي جت بعد عام 2003 وحكمت هذا البلد بهذا الإطار، لأنه بدون المحاصصة الطائفية ما لهم وجود، لأنهم وزعوا كياناتهم على ضمن هذه المحاصصة. مع الأسف اليوم بعض العراقيين بعدهم ينظرون إلى بعض بهذه الصورة، كل العراقيين عراقيين، أكراد وعرب وسنة وشيعة ويزيديين وصابئة ومندائيين، كلهم عراقيين ويحملون الجواز العراقي، وأنظر لهم من شمال العراق إلى جنوبه كأخوان فقط. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم، وإن شاء الله بهذا التاريخ السنة الجاية ثورة تشرين محققة كل أهدافها. في أمان الله.